أسعد الله مساءكم مشاهدينا متابعي برنامج بالقانون، نلتقي ككل عدد عبر هذا البرنامج وهذا الفضاء لتبادل السؤال والجواب. معنا أول اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. معك الدنون العربي. نعم، مرحبا بك. عندي واحدة قطعة أرض رابحة من مجلس الدولة بالصيغة التنفيذية. قطعة أرض؟ واه. نعم. وربحها من 2011 ليومنا هذا، ما سووليش الوضعية. كيفاش ربحتها في مجلس الدولة؟ قضية ضد شكون؟ هذه الأخرى إدارية تاع هذه كانت هذه كانت كانوا عاطينها لي، وراحوا قلعتها لي الفلاحة والولاية قلعوها لي. نعم. أيوا، ذكر المشروع في مجلس الدولة ربحت. واش معناتها ربحت؟ ربحت بالصيغه التنفيذيه هذا القطعه، ربحتها بالصيغه التنفيذيه. نعم، واش ربحت؟ واش قالوا مجلس الدوله؟ واش المنطوق تاع الحكم القرار؟ واش قال؟ هنا الوالي قال لي مقبول، الوالي هنا فوتني في لاكوميسي وقال لي القطعه هذه العرضيه راك ربحها. سؤالي هو مجلس الدوله لما صدر القرار تاعه واش قال؟ واش قال في قال لي باللي صي باللي رد لي قطعه العرض هذه، ردها لي. هما عطاوها لك وبعد نحاوها لك؟ وهم لا، هما كانوا عاطينها لي وقالوا الاخر قلعوها لي، وانا ربحتها بالشراء عاود ردها لي. يا الاخ سؤالي بسيط، قلت لك الارض هذه عطاوها لك وبعد نحاوها لك، قلت لي لا ايوه عطاوها لك. أيوة. بقرار ونحاوها لك بقرار. بارك الله فيك. ورحت لمجلس الدوله طعنت في القرار الاداري، لان طعنت في المحكمه الاداريه ولا في مجلس الدوله؟ دل في المحكمة الإدارية ولا في مجلس الدولة؟ عاود تشرع في مجلس الدولة، قالوا لي برك هذا ويسولك الوضعية. دروك أنا هنايا القضية تاعي بقات نقول معلقة بالفلاحة. نعم. القضية تاعي معلقة بالفلاحة، هو الوالي من ردها لي، مجلس الدولة من ربحت الوالي قال الفلاحة روحوا قطعوها له وخدموا له العقد عليها. نعم. هي راهي قاعده الحياه كيما هكا، ما بغاوش هنايا الفلاح يسولوا لي الوضعيه في القطعه العرضيه، هي 40 هكتار وانا عندي فيها 10 في الربعين. 10 عطاتهم لك الدوله؟ وعندي 10 وشي الاخر خاطيني، وعندي 10 في الربعين باش يخرجوا مصالح الفلاحه يقطعوها لي ما قطعوها ليش، عندي ثقه تنفيذيه وكل شيء. إيه القرار وش يقول؟ القرار وانت تقول لي ربحت شراع، ربحت هذه على بالك كلمه صغيره بصح معناتها كبير. سؤالي هو المجلس الدوله واش قال في الصيغه تاع الحكم تاعه؟ واش قال؟ قال باللي الارض هذه راني رديتها لك. يعني قال ما قالش الزام، قال الغاء القرار وخلاوك الارض هذه، هذا هو المنطوق. ولكن هو جاي في الجوج ما قال باللي الغاء القرار تاع الوالي الغاء. وفي يعني خاطر الفلاحه والوالي قالعينها هالاول. نعم. ايه وراني نحوس على الحل، راني نحوس على الحل. خلاص انت اديت الحكم تاعك، المفروض الجهات الاداريه نفذ لك الحكم. اذا ما نفذولكش الحكم، انا دائما نقول الغرامه التهديديه. غرامه تهديديه الى حين تسويه الوثائق، الغرامه التهديديه الى حين تسويه الوثائق. يعني اذا تعنتت الاداره، نعاود نفس السؤال دائما، كل الاسئله اللي تجيني على تعنت الاداره، اتحدث عن الاداره العموميه في تنفيذ قرارات القضاء، ما رانش بصدد الحديث عن شخص طبيعي. إنسان عندك معها مشكلة، جبت حكم قضائي رفض ينفذه، عندي حلول. الإدارات العمومية عندما ترفض الامتثال لأوامر القضاء، هنا تقوم إشكالية. القضاء مؤسسة عمومية، ومديرية الفلاحة مؤسسة عمومية، الولاية مؤسسة عمومية، مديرية الأراضي الفلاحية مؤسسة عمومية، وكل الإدارات عمومية. يجيهم قرار من القضاء نهائي، تصدر الأحكام القضائية لتنفذ، ولا ينفع تكلم بحق لا نفذ له. ما عندهاش معنى لما نصدر حكم قضائي وما يتنفذش. اذا واش نديروا بهذا الحكم القضائي اللي انشا التزامات عند جهه معينه ومنح حق بالمقابل لشخص طبيعي او شخص معنوي، والاداره هذه ترفض. القانون اوجد ماهيش غرامه ماهيش تعويض، ولكنها الغرامه هديه، هي مبلغ مالي بطابع خاص يصدر من القضاء نتيجة تعنت
احد الاشخاص ورفض الامتثال لتنفيذ احكام القضاء. ندير له غرامه تهديديه، ما تنفذش خلينا ندير الغرامه التهديديه، لان التنفيذ الاداره تتعنت وتخشن راسها ما تنفذش هذا الحكم. بالغرامه التهديديه راح تكون هذه الاداره متواطئه في انك تسحب الاموال من الخزينه العموميه كعقوبه نتيجه رفض الامتثال الى حين الامتثال، تبقى تنحيلهم في الدراهم بالغرامه التهديديه الى حين يرفضوا هذا الحكم. هذا القرار يدبروا راسهم، يجتمعوا يرسلوا الجهات الوصيه تاعهم، يرسلوا المسؤول الاول الى حين يمتثلوا الى القضاء. هناك قضاء وهناك قانون وهناك صرامه لابد ان تطبق عندما يتعلق الامر بالاحكام القضائيه. كاين انسان راح يتنفذ عليه، كاين انسان ايضا راه يستنى. انت راك جوزت سنوات وانت في المحاكم باش تجيب هذا الحكم، باش مسؤول يقول ما تنفذوش وخلوه يدير واش يحب، روح للغرامه التهديديه واعتقد بانه الامر سيتغير. معنا اتصال. الو. الو. مساء الخير. مساء الخير استاذ، كيفكم؟ هاي لاباس؟ الحمد لله، مرحبا بك. شوف استاذ، عندي قضيه عقار. نعم. تاع الزوج تاعي. نعم. والزوج توفى وخلى الام تاعه ولادي وانايا، ما كاش وراثه واحد اخرين. نعم. قلتها نبني وسني لي ما بغاتش، جيتها بالتي هي احسن ما بغاتش، قالوا دفعيها العداله تحت العداله. واش تسني لك؟ واش تسني لك؟ تسني لي باش نبني، زعما نبني في العقار، قالوا باش تضمني حقك. العقار هذا وشنو، قطعة أرض؟ ولا سكن، سكن التحت والفوق ماشي مبني. نعم، وعلاش تسني لك هي؟ هي من الورثة. اللي هي داخلة بالفريضة هي من الورثة. نعم، هي الأم تاعو وأنت هي الزوجة تاعو، الأرملة تاعو والأبناء تاعو. والابناء تاعو، وصارت معنا مشاكل، قعدت كل يوم تشكي بولادي، ضربوني، صوتوني، داروا لي، بغيت نايفيتي المشاكل، فتحت العداله، باش ندي حقي ونخرج من الشيوع، الحوش تاعي خرج من الشيوع. نعم. عين المحكمه عينت لي خبير. نعم. والخبير دار التقرير العقار غير قابل للقسمه. لازم يتباع. يتباع، وفي المزاد العلني. نعم. اي القضيه من 2019. نعم، وراح المشكل الان؟ المشكلة أنا قلت نسقسي إذا كان فيها زعما حاجة استعجالية في المحكمة نديرها ولا ما كان حتى حاجة استعجالية. الورثة كما يتفهموش يروحوا للمحكمة يطلبوا القسمة، الخروج من الشيوع باش يخرج خبير، الخبير يدير الخبرة تاعو بعد ما يتصل بالأطراف ويدير المقاسات تاعو والرسم البياني ويشوف الوثائق تاع كل الأطراف ويدير تقرير خبرة. إذا كان البيت صغير والورثة بزاف يستحيل القسمة، ولا إذا قسموا بهذاك الشكل العقار القيمة تاعو تهبط. مش يدير يبيعوا في المزاد العلني ويمد لكل واحد النصيب تاعو، كل شخص يعطي له نصيبه طبقا للفريضه. انت عندك الثمن، الطفل عنده نصيب، اخته عندها نصف نصيب، الام عندها سدس او عندها مناب اخر على حسب واش كاين ورثه، وكل واحد يدير الاموال تاعو. ولكن اعتقد باللي مجال التسويه لازم يكون، لانه انتم اللي كون يبيعكم هذا العقار وراح يعطيكم شويه 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 ما تقدروش تشريوا بيت. اذا ممكن راح تقولي لي ترفض ام زوجك المرحوم، اذا تقبل المال بتاعها تعطيه لها اموال كما يقيموا الخبير، او ربما تزيدوا لها، ربما الخبراء احيانا ينقصوا من قيمه العقار يعتمدوا على معيار تاع مصالح الدوله، المعيار هذا يكون هابط ينقص من قيمه العقار في تلك المنطقه، تعطوا لها تتفاهموا معها وتحتفظوا البيت. إذا رفضت لسبب أو لآخر لسوء العلاقة، وهذا مؤسف أنه الآن سمعت بأنه الجدة في صراع مع أولاد وليدها المرحوم، هذا شيء مؤسف. لماذا؟ على عقار. إذا العقار راح يروح لاستحالة القسمة والبيع بالمزاد العلني، وكل واحد يدي النصيب تاعه وتنتهي القضية. معنا اتصال. ألو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذة. مرحبا بك. يسلمك، بارك الله فيك. الله يسلمك، تفضل. استاذة عندي الاخرى برك حضانة تاع الوداد، انا صار لي حدث والحضانة مدتها الجدة، وانا برك انا مازال ما نمشي قاعد نشوف في ولادي خلاص. لماذا السبب؟ علاش علاش السبب؟ السبب هضرت مع وكيل الجمهوريه قال لي لازم تشوف فلوسي محضر قضائي. لا لا، علاش علاش مدوا الحضانه للجده؟ والله ما على بالي انا، ديجا انا درك انا بقيت حاير بعد، بعد وفاه الام نورمالمون والحضانه الاب.
لا 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 اصبر لي قبل اصبر لي، انت مطلق؟ لا لا صرات لي حادث، صرات توفت لي زوجه في اكسيدون. اعتقد باللي انت اتصلت بنا من قبل. اتصلت اي اتصلت وقلت لك باللي زوجه جده، والجده تاعك في بوسعاده، الجده تاع اولادك. ايوا بارك الله فيك. نعم جاوبتك على السؤال ذاك ونجاوبك. جات فرصه طبعا جاوبناك على هذا السؤال، ولكن جات فرصه نعاودوا نسألوا عن آليات منح الحضانة لشخص دون آخر. طبعا القانون يقول مراعاة مصلحة المحظون، كل المواد المتعلقة بالحضانة يقول القانون المشرع في قانون الأسرة في الفقرة الأخيرة من كل مادة مع مراعاة مصلحة المحظون. مراعاة مصلحة المحظون هذه إذا كانت بناء على تقرير تاع مساعدة اجتماعية أو مساعد اجتماعي أو خبراء، طبعا لأن هذا المجال في الجزائر مازال ماهوش قوي جدا، نظام المساعدة القضائية أو المساعدة الاجتماعية ما عندناش مختصين، وما عندناش اماكن واضحه شكون، ما عندناش جدول مرتب ولا محين تاع هؤلاء الخبراء، لانه احيانا القاضي يحكم من تلقاء نفسه دون الاعتماد على هؤلاء، لان القاضي ما يخرجش للديار يشوف كيفاش عايشين الاولاد ولا عاد من احسن. دوكا اذا القاضي خرج ودار تقرير هو بنفسه ويحكم نعم، ولكن احيانا هناك احكام بمنح الحضانه دون الرجوع الى المساعدين الاجتماعيين. هنا نتساءل عن مراعاة مصلحة المحظون، إذا كان بناء على تقارير فالأمر مقبول، ولكن نحيو الحضانة من الأب اللي عنده المرتبة الثانية بعد وفاة زوجته في حادث مرور ندوه مباشرة للجدة، ممكن في حالات وين يكون فيها رضيع طفل صغير نقوله يروح للجدة، ولكن الجدة أيضا بحاجة إلى رعاية وبحاجة إلى حضانة، هذا الجدة اللي يعطوها الحضانة هي أيضا بحاجة إلى حضانة، وشفنا قضايا جدة في عمر 80 سنة و 90 سنة تعطيها الحضانة، هي اصلا بحاجه الى حضانه. اذا هل راعينا مصلحه المحظون؟ اعتقد بانه الامر شائك. انت عندك الحق تطلب اسقاط الحضانه، وعندك الحق تستأنف هذا الحكم بخصوص منح الحضانه للجده تاع الابناء تاعك نتيجه ان الام الزوجه تاعك توفات، انت الدرجه الثانيه سلطه مباشره للدرجه الثالثه. المشكله انه ماشي حرمك من الرضيع فقط، حرمك من كل الابناء. توفات زوجتك انت ما عندكش دخل، ما عندكش مسؤولية. نتيجة هذه الوفاة، نتيجة هذا الحادث، خسرت ولادك راحوا للجدة اللي ربما عمرهم ما عاشوا معها. طفل في عمر 8 سنوات أو 10 سنوات أو طفلة بنفس السن أو أكثر أو أقل، وطفلة رضيع. أعتقد بأنه أمر شوية فيه ما يقال، لماذا فيه كذا ما يقال؟ لأن نعاود نقولوا الجدة في حد ذاتها بحاجة إلى رعاية. المشكلة لابد من البحث عن آليات جديدة، أو في الحالات كما هذه لازم نتعمقوا قبل ما نمدوا الحضانة نتعمقوا، لأنه ممكن الزوج هذا اللي هو أنت ممكن توفر ظروف أحسن من الجدة تاعهم، ممكن تكون عايش في بيت عائلي فيه الأخوات تاعك فيه الأم تاعك، ممكن فيه كثير من النساء اللي يقدروا يخفوا لأولادك أحسن من الجدة اللي ممكن تكون عايشة وحدها، اللي ممكن تكون عايشة في بيت ربما هي وجدهم فقط. أعتقد بأنه الحالات لا تختلف، تختلف عن بعضها، يعني من حالة إلى حالة لازم نفرقوا من حالة منح الحضانة وفقا للظروف تاع كل قضية. في أغلب الأحيان لازم نعتمدوا على المساعدين الاجتماعيين. معنا اتصال. ألو أستاذ. نعم مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ شنقول لك السيد أستاذ كردان. نعم. عندي واحد القضية تاع بابا مات في 81. الله يرحمه. الله يرحمه ويرحم امه ويرحم الجميع. خلى اختاه وراجلها في الحوش. نعم. السيد انا خليته كيما انا دفنت شيباني في سكنته باسكو هو مسيباري مع الشيبانيه تاعي. نعم. مشيت نسقسي على الحوش لقيت النسيب حاط اسمه. مشيت درت دعوه لوكيل الجمهوريه. ايه؟ درت رساله وكيل الجمهوريه عطاني رساله مشيت للشرطه، الشرطه داروا بي في حوشوا على السيد القاوه مزور. فوتونا في العدلة. واش مزور؟ واش مزور السيد هذا؟ مزور ها ما عندي جيج ما خرجتها غير البارح. واش مزور؟ مزور دايرين لي الجنحة الأولى دايرين فيها تزوير واستعمال مزور في أوراق إدارية. الأخ واش زور واش زور؟ زور السكن تاع بابا. واش زور واش زور له؟ السكن تاع كواط ردهم على اسمه تاع بابا. نعم. اما لا كي وقفنا في المحكمه جيجه سقساته تاع العامريه نعم تاع ولايه عكيموشن نعم سقساته الجيجه
وكيل الجمهورية كيفها له الشرطة داروا تحقيق القهوة مزور فتنا في المحكمة. في المحكمة الجيجة شا قالت لي قالت له سقساته قالت له ودي هاد السكنة شكون اللي مين شكون اللي على من شريت الأخ الأخ ما تحكيليش تفاصيل واش قالت له الجيجة واش قال لها هو أنت عندك عقار تاع باباك هذا زوج أختك قام بتزوير الوثائق هذه ورجحهم باسمه درتوا أنت قضية في المحكمة حكموا عليه بالتزوير الآن سؤالك وشنو هو؟ السؤال داروا له عدم اختصاص وشو عدم اختصاص؟ دار البراءة أم لا؟ آه بارك الله فيك البراءة وانا غادت لي مشيت النيابة دار الاستئناف معايا الوكيل الجمهورية ودرت انا الاستئناف المجلس في تموشنت خلاص الآن بسيط الأمر يعني أنت الآن تنتظر وتتبع القضية تاعك على مستوى المجلس لماذا؟ الحظوظ تاعك أكثر لماذا؟ لأنه وكيل الجمهورية استأنف معك بمعنى أن الدعوة العمومية مشات معك إلى المجلس إذن راح تعود المحاكمة من جديد إذا, إذا, إذا قصرت في جانب معين ما فهمش القاضي في الدرجة الأولى الآن عندك فرصة أمام المجلس أنك تفهم القضاة تاع المجلس بشكل أحسن وربما إذا عندك وثائق تقدمها لأنه الإنسان لما يخسر ما نقولوش يخسر لما القضاء ما يمشيش معه في قضية على مستوى المحكمة راهي فرصة ثانية على مستوى المجلس الأمر بسيط يعني ما يحتاجش حكم البراءة هذا ما دام استؤنف فقد ألغي وما حضرش هو كاع هو ما حضر في المحكمة ما والو أنا كي جيت قلت لها السيد هذا جبته لك هنا لو 30 أكتوبر ولو تنازل الحكم ما جا هو ما جا المحامي تاعها غير أنا وحدي في البرة واش عليه؟ وحدي وكي شخصيه الجيجه قالت لي عدم الاختصاص نعم. المهم هذا قالت لها شكون اللي بالك قالت لها بعث لي الباشي تاع البلديه قلت لها قالت لها شعطيتها دراهم قال لها مانيش عاقل قالت لها اعطيني الدراهم الرخصه تاع الدراهم يخلص بها قال لها ما عنديش ايا وهذا الشيء كيفاش راه السكنه شراها غير هكا بس انت قلت لي السيد هذا ما جاش للمحكمه لا لو 30 جاو نهار الحكم لو 13 اه نهار الحكم نهار الحكم ما جاش عادي جدا دوك نجاوبك دوك وا دوك نجاوبك الامر بسيط قلت لك هذا الامر حكم ابتدائي ماهوش نهائي و مادام تستأنفت والنيابه او وكيل الجمهوريه استأنف معك اذا ستعاد المحاكمه من جديد قلت لك تقرا الحكم راح تلقى الاسانيد اللي استند عليها القاضي تاع المحكمه باش عطاه البراءه اثبت العكس تاعها إذا قال القاضي بأن هذا الشخص بريء لكذا وكذا وكذا أثبت العكس أمام قضاة المجلس الأمر بسيط إذا ثبت بأن هناك تزوير إذا فيه طبعا إدارات مثلا ربما أثناء التحقيق القضية مشات خذ الطريق السليم اللي هو مثلا سمعوا ممثل البلدية قال إحنا ما بعنالوش إذا سمعوا إدارات معينة أو عندك وثائق معينة تثبت بأن الأب تاعك ولي كان مالك تقدمها يعني قضايا التزوير سهل تثبت فيها التزوير وصعب تثبت فيها البراءة إذا كانت عندك وثائق. إذن القضية تاعك تنظر تبعها على مستوى المجلس لأنك استأنفت وكيل الجمهورية استأنف ولكن مرة على مرة روح اسأل على القضية تاعك لأنه ممكن تجدول في أجل شهر أو شهرين أو ثلاث أشهر اختلاف تاع التواريخ من مجلس لآخر حسب وتيرة العمل باش توقف من جديد أمام المجلس مواطنة بعد قليل. اخترنا نص المادة 119 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية قانون الإجراءات المدنية والإدارية ينظم المعاملات المدنية والمعاملات الإدارية خاصة في النزاعات بين الأشخاص أحيانا النزاعات بين المؤسسات ولكن هنا نتحدث الأشخاص لأن الشريحة الكبيرة يتمها هي الأشخاص لما إنسان يقاضي إنسان واحد آخر أو يقاضي بلدية أو يقاضي ولاية أو إدارة وأثناء سير الدعوة أو قبل سير الدعوة كاين أشخاص أحيانا بين الورثة في بعضهم وطبعا بين اشخاص كثير ماشي شرط ورثه ولكن كل النزاعات كاين وين لازم ندخلوا انسان في الخصومه الانسان اللي يرفع الدعوه ضد شخص اخر يقدر يدخل شخص اخر ماهوش طرف في الدعوه الاصليه عن طريق اجراءات تنظمها الماده 119 من قانون الاجراءات المدنيه والاداريه يدخل ادخال الغير في الخصومه يدخله كطرف ثالث يعتبر كطرف اصلي و يكون مسجل في هذه القضية كمدخل في الخصام بنفس رقم القضية وبتاريخ الجلسة ويدخل في النقاش وعنده الحق يدير محامي طبعا وعنده حق يدافع عن نفسه وممكن يأثر في اتجاه هذه القضية سواء بالرفض أو بالقبول أو بإجراء تشوفه المحكمة سليم فقط هناك من يعتقد بأن إدخال في الخصومة لازم يكون أثناء سير الدعوة
في قضيه بين فلان وفلان، كي تكون القضيه تمشي نديروا الادخال. ولكن القانون لا يقول هكذا، القانون يقول تقدر دير الادخال عند تسجيل الدعوه او عند سير الدعوه. عند تسجيل الدعوه لانك تعرف بان الخصم ما راحش تقدم عليها شكوى او دعوه، ولكن ممكن الافاده تاعو تكون مهمه في الملف، تقدم له تقدمه كمدخل في الخصام وتستدعيه طريق المحضر القضائي مثله مثل المدعى عليه. ولكن تقدر اثناء سير الدعوه ويقدر القاضي يطلب ادخال الغير في الخصومة بناء على طلب القاضي، لانه يشوف بان الملف يحتاج الى راي هذا الشخص. احيانا ندخلوا محضر قضائي، احيانا ندخلوا خبراء، احيانا ندخلوا الورثه، احيانا ندخلوا مؤسسات. اذا هذه هي اجراءات الادخال في الخصومه في جميع الحالات. هذا المدخل اللي ندخله في الخصومه اللي ما يكونش معنا فيه اثنين او فيه ثلاثه، يكون شخص اخر، لازم يبلغ عن طريق محضر قضائي وبتاريخ الجلسه. ينتهي وقت البرنامج. شكرا على المتابعه والى اللقاء.